علي، إذا أكو واحد بالعراق يقفل خلي يقبلها على نفسه، لا زوجة لا أطفال لا أهل لا تقاعد لا صحة، وين أروح؟ مواطن دخل للسجن عام 93، خرج بعد 5 سنوات بدون أي تهمة حسب ما تحدث هو، وبدون أي محاكمة أيضا، انفصل من وظيفته على أثر هذه فترة السجن. بعد عام 2003 تمت مراجعته، يعني راجع حتى يطالب بحقوقه، لكن ليس لديه أي مستمسكات بأنه كان معتقل. بعد عام 2003 تم اعتقاله أيضا عن طريق المخبر السري. أثناء فترة اعتقاله تعرضت عائلته إلى حادث سير يعني أدى بهم إلى الوفاة جميعا. خرج من السجن وهو الآن يعيش وحيدا، يبحث عن راتب تقاعدي حتى يعينه على ظروف هذه الحياة، علما أنه هو مريض ومصاب بورم في الكبد. قصة هذا الإنسان يعني حقيقة مجموعة من الهموم ومجموعة من المشاكل كانت في قصة حياة هذا الشخص، لذلك راح نطرحها في برنامج لوكيشن. خلونا نشوف. أنا مواطن عراقي، كنت موظف في التصنيع العسكري، فجأة اعتقلوني الأمن الخاص، السبب ما أعرفه، دخلوني السجن أكثر من 4 سنين بدون أي سبب. طلعت هذا بال 2013، العفو 1993، طلعوني بال 1998 بس ما أعرف على شنو، لا صعدت محكمة ولا قاضي ولا أحد حقق وياي. طلعت أنت مفصول، شنو السبب ما أعرف، فقدت وظيفتي شهادتي سمعتي وسمعة أهلي راحت، الناس ما تعرف. بعد السجن هم انت على الأخدم، ذاك النظام إذا تطلع من الوظيفة تخدم عسكرية، خدمت عسكرية سنة و8 أشهر تقريبا. طلعت ظليت أطالب بحقوقي، يقول لي أنت مفصول من الخدمة ما لك أي حقوق. بعدها يعني بعد 2003 ظليت أراجع، أي مستمسك أنه أنا محكوم ما كان موجود. فجأة اعتقلوني على أي سبب، هل أنا بايك قاتل سالب ما أعرف. اعتقلوني 6 سنين، صعدت محكمة أطلع إفراج، شنو السبب؟ قالوا مخبر سري. مخبر سري من هو وشنو التهمة ما أعرف. طلعت أدور على أهلي، تبين أنه أهلي بعد سنة وشهرين تقريبا أنه أني أهلي توفوا بحادث سيارة، ما عاد أي واحد، لا أقارب ما أعرف أحد، ما عرفت وين اندفنه. وبعدين من طلعت يلا فقدت كل شيء، بس بدت حالتي السوء، بس قلت أصبر وأشوف حق من حقوقي اللي كعراقي عايش بهذا البلد. رحت للدائرة قالوا الأوليات محترقة بالأحداث مال 2003، مالك أي حقوق. بعدين بعد مناشدات هواية انطوني هاي الكتب، قال لي تراجع التقاعد، انه خدمتك 11 سنه واني الحقيقيه 26. اروح للتقاعد يقول لي خدمتك اقل من المقرره قانونا، لازم 15 سنه. على غفله فقدت الوعي بوحده من الشوارع، نقلوني المستشفى، قالوا لازم تحاليل، لازم لازم لازم. سويت التحاليل تبين انه اني مصاب بورم بالكبد، لازم فحوصات، لازم عملية. راجعت اكثر من طبيب،
على الأصدقاء، فخسرت صحتي، قعدت بدون راتب، بدون شيء يعيش به. وإذا أكو واحد عراقي يقدر يصبر على الوضع اللي أنا به، لا مصرف، اتداينت من الناس حتى أسدد إيجار العمارة الغرفة هاي، بس إلى متى؟ صحتي بالنازل. آخر طبيب قبل أشهر راجعته قال لي مصل لك شارة، العملية خطرة عليك، إذا تريد تجري فحص أقل فحص ينضغط الفلوس، وأني ما عندي 10,000، وين أروح؟ يا عراق الرافدين، تقاعد ما حد يقبل، والمرض ما يرحم، هذا بلاد الرافدين، لا عندي فلوس حتى آكل، حالي حال البقية، أو ألبس حالي حال البقية، هاي أبسط المقومات، وأني عمري تجاوز 50 بهواي، أقدي مو طبيعي، ما أعرف. صح نزلت نفسي الناس وعاونوني كقرض، بس منين أسددهم؟ هاي حالي. إذا أكو واحد بالعراق يقفل، خلي يقبلها على نفسه، لا زوجة، لا أطفال، لا أهل، لا تقاعد، لا صحة، وين أروح؟